وحول انتهاكات الميليشيات والإخفاء القسري في العراق، ينضم إلينا عبر سكايب من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق السيد علي القيسي. مرحبا بك معنا. الله بكم. أستاذ علي، بحسب مراكز حقوقية فإن العراق لديه أكبر عدد من المغيبين قسرا في العالم، وهو يصنف منذ عام 2003 في المرتبة الأولى دوما في جريمة الإخفاء القسري، حتى متى؟ يعني هذا يستمر الأمر ما طالما هناك دولة ميليشيات، وطالما هناك حكومة مكونة من ميليشيات تشترك في كل جرائم الإخفاء القسري التي تقوم بها الميليشيات. هذه المعادلة الخطرة في العراق هي التي دمرت العراق وأدت إلى هذه الأعداد الهائلة من المختفين قسرا، حتى أن عدد المختفين قسرا من بغداد ومحيطها يعني منذ عام 2003 حتى الآن يصل إلى ربع مليون شخص. المعادلة تقوم على أن هذه الميليشيات هي المكون الأساسي للحكومة وأجهزتها الأمنية، وهذه الأجهزة الأمنية والقضاء الذي يغطي جرائمها لا يمكن أن تفتح يعني تحقيق حقيقي حتى يكشف عن حقيقة ما جرى لهؤلاء الناس وأين اختفوا. هذه هي المشكلة في العراق. نعم، هذه المشكلة يعني نسأل فيها عن دور الذي تقوم به أو تلعبه الميليشيات في تفاقم هذه الظاهرة وزيادة معاناة الأهالي يوما بعد آخر. الميليشيات ضالعة بكل هذه الجرائم وتتحمل كل هذه الجرائم، لأنه هي المكون الأساسي للحكومة وللجيش والشرطة وبقية الأجهزة. كل الجرائم هذه تنسب إلى الميليشيات، ولا يوجد الآن أي من يستطيع أن يقف في وجه هذه الميليشيات. حتى لدينا معلومات يعني جديدة تتحدث يعني عن المسؤولين السياسيين العراقيين اللي ينتمون يعني للمكون السني، يسمونهم بالمستضعفين لأنه لا يمتلك ميليشيات. الآن من يمتلك ميليشيا في العراق هو الذي يستطيع أن يتحرك ويستطيع أن يطالب ويستطيع أن يتحدث للناس، أما الجهة التي لا تمتلك ميليشيا فتبقى مستضعفة ومخذولة ومنزوية وتعطي وعود كاذبة فقط بالأيام الانتخابية. لا يترك الأهالي وذو المفقودين والمغيبين قسرا أي مناسبة إلا ويناشدون فيها الحكومة، ولكن دائما هناك يعني عدم تحريك أي ساكن في هذه القضية. الحكومة يعني هذا ثبت أن الحكومة تمارس التمييز العنصري في العراق ضد أهالي المحافظات التي يكثر فيها، سواء محافظات أو مناطق أو مدن أو حتى قرى، كلها يمارس ضدها التمييز العنصري يعني بشكل فاضح وفاقع ضد هؤلاء الناس. ولذلك تجد الحكومة يعني تعتبر هؤلاء رعايا ولا تعتبرهم حتى عراقيين، يعني هذا أمر أصبح لا تعتبرهم عراقيين، تعتبرهم دخلاء أو ضيوف على هذا البلد. ويعني الآن لو أن الحكومة العراقية تعامل هؤلاء الناس، يعني قبل أيام فقد 3 من الزوار الإيرانيين وتبين أنهم يعني ذهبوا إلى منطقة أخرى بالخطأ أو غيرها، قامت الدنيا ولم تقعد حتى وجدتهم الحكومة وأجهزتها وميليشياتها. نعم. طيب هؤلاء العراقيين أبناء العراق عشرات الآلاف بل مئات الآلاف منهم، لماذا لا يتم فتح ملفهم؟ حقا هذا هو السؤال أستاذ علي. نحن نتكلم عن أو التقارير تتكلم عن مئات الآلاف، ليسوا عشرات آلاف أو عدة آلاف، يعني هناك مئات آلاف العوائل العراقية تعاني من هذه المشكلة. نعم، المشكلة هي في التمييز العنصري اللي تمارسه الحكومة، وأكرر هناك عملية تمييز عنصري ضد هؤلاء الناس وضد العوائل، ولا تقدم يعني حتى خدمات، أبسط الخدمات لعوائلهم. هؤلاء تركوا أطفال وتركوا نساء وأغلبهم يعني كانوا يعيلون عائلة وأكثر من عائلة، ماذا قدمت الحكومة لهم؟ هذه هي الكارثة. المشكلة دائما أن الحكومة جزء من المشكلة ولم تكن في يوم من الأيام جزء من الحل.
نعم، شكرا جزيلا لك السيد علي القيسي، رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق.